حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة دبليو تي في الفضائية. احنا اليوم متواجدين في سوق غازي في منطقة المنصور. اليوم موضوعنا راح نناقش فيه عن الاعتذار، والاعتذار طبعا يعتبر من الصفات الجميلة والشجاعة، لكن مو كل احد يستحق الاعتذار الا لمن كانت له قيمة في قلبك. خليكم ويانا. بعد مستمرين معكم محبتنا المشاهدين، خلينا نشوف من هنا الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يسلمك. اسمك؟ وليد ابو ياسر. كل هلا بك. الله يسلمك. موضوعنا اليوم نحكي عن الاعتذار، تقدر تحكي لي مفهومك عن الاعتذار؟ بالعكس حلو، حتى الواحد لو هو مو غلطان وريح يعتذر ما ينقص من نفسه، بالعكس يكبر من قيمته. اذا المقابل يعرف هاي معناته شنو، بس اكو ناس مثلا تتكبر لا تتعقل مثلا او غير شغله، من تروح تعتذر من رغم هذا همه احسن منه. ما بيشي واحد يروح يعتذر يعني اخوه ولا صاحبه ولا هاي، وما لازم، بالعكس بمقابله جزء احتمال يحترم اكثر بعد. طيب هم اكو احد زعلان منك ومو معتذر منك؟ لا بالعكس، انا حتى لو زعلان ما ضم قلبي، يعني من يجي اهلا وسهلا بالعكس، واذا اروح لهم بالعكس هو ما يضوج، لان احنا مثل هنا مثل المعشر، يعني هم اخوه. يعني ابسط شيء عندي ولد صاحبي البارحه قاعد هنا بكن امك حكت عليه قبل ما حكت، قالت هذا ما يحبه، فجاء عادي باسني. لا ما ابي شيء، بالعكس خاصه العراقيين ترى قلبهم فطر، احنا لما فطر عندنا هاي شغله عشان يكتب ما يكتب، ثاني بصير فصل ينتهي يمشي بالشارع عادي. يعني ما عندنا حقد، مو مثل باقي الدول، بالعكس راح اشوفها لحدنا حاقد على العراق، بس احنا لا قلوبنا صافيه. يعني حاربنا ويا ايران نروح لايران، خليج سووا بينا ونروح للخليج عادي، يعني احنا قلوب العراقي من الله خلقنا قلوب طيبه، ولذلك متدمرين، وين ماكو واحد يجينا شيطان يجي علينا دمرنا. طيب عندك شخص زعلان عليك تحب تعتذر له؟ لا ما عندي الحمد لله، شكرا. ما عندي. لا لا الحمد. شكرا جزيلا. عفوا الله يسلمك. بعد مستمرين معكم محبتنا المشاهدين، خلينا نشوف هنا الاخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ حبيبي سهلا. شنو اسمك؟ محمد. انا محمد. موضوعنا اليوم عن الاعتذار، شنو مفهومك الاعتذار؟ والله الاعتذار يعني اعتبار للانسان. وهو يعني مو في شيء يعني ترى نزل قيمة الانسان، بالعكس هو مثلا اذا واحد شخص زعلان من عندي ها واريد اصالحه عادي، حتى لو يقول لي مثلا انت يعني غاضي عليك هم اصالحه. طيب اكو واحد زعلان عليك هسه يعني لو ماكو؟ لا ما عندي، حتى لو واحد زعلان من عندي يعني خلال هاي القناة انا اتعذر من عنده. زين شنو اهمية الاعتذار؟ اهمية الاعتذار يعني هو الاعتذار ترى من ضمن الثقافة، انا اعتبرها ثقافة، بالعكس الاعتذار ثقافة. طيب شكرا جزيلا حبيبي. رحم الله بك حبيبي. ما زلنا مستمرين معكم محبتنا المشاهدين، خلينا نشوف هنا الاخ. السلام عليكم. السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ عيسى. عيسى تهناس تشتغل؟ نعم. بالبصيات تشتغل؟ نعم. عيسى موضوعنا عن الاعتذار، انت شنو برايك الاعتذار؟ الاعتذار هو عباره عن شيء يعني عبر عن احساس الشخص. نعم. او مثلا لكي يطيل المقابله له، لكي يعني شلون يحسسه بان هو الشخص يرتاح له. نعم. بالمقادير ويقلل من الغضب تجاه الشخص المقابله. نعم. طيب اكو احد زعلان عليك وتحب مثلا تعتذر له؟ انا الحمد لله علاقاتي ويا باقي الناس يعني كلش تمام زينه، ما عندي اي شخص متحامل عليه اي شيء. شنو فايده الاعتذار؟ الاعتذار يقلل من شعور الشخص تجاهك. نعم. ومن يخفف الالم تجاهه ايضا، وقلل من شعره ايضا، يعطيك يعني تجاهك كلش حلو قدام المقابل ايضا. نعم. طيب الاعتذار انت يعني مثلا شنو تشوفه مثلا ثقافه شخصيه؟ يعني الاعتذار ثقافه من الاجيال اللي امتلكناها من قبل، الاعتذار ثقافه. نعم. شكرا جزيلا حبيبي. هلا بك. مازلنا مستمرين معكم محبتنا المشاهدين، خلينا نشوف هنا الاخ. السلام عليكم. السلام عليكم اخوي. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك اخوي. اسمك بالخير. انا عمر. عمر موضوعنا عن الاعتذار، انت شنو تشوف الاعتذار يعني مفهوم الاعتذار؟ والله بالنسبه للاعتذار هو احسن شيء، يعني هو مثل ما تقول رب العالمين هو اللي يسامح. اذا هو العبد ما يسامح مستحيل، فالاعتذار هو احسن شيء موجود يعني والطف شيء موجود بالنسبه للاعتذار.
طيب الاعتذار انت تشوفه برايك يعني يقلل من قيمه الشخص او ثقافته؟ مستحيل، بالعكس، هي يعني هاي من اخلاق البشر. نعم. من لازم يعتذر للشخص اللي اكو. نعم. فهو اكو يعني لازم يصير شلون المحبه والتسامح، فهو هو اساسه شنو الاعتذار. نعم. فالشخص اذا يكون نفسه خطأان في شيء فلازم يعني يعتذر للشخص المقابله، لان هي شلون تمشي، هي سلسله الحياه، ناس تخطئ وناس تسامح. نعم. تسامح وتخطئ، فهو هذا مفهوم الاعتذار. طيب اكو فد يوم احد زعلان منك وانت لحد هسه ما معتذر له، شنو تحب تقول له؟ والله بالنسبه لي الحمد لله فضل من الله، يعني ما غلط بحق احد، واذا احد زعلان عندي قدام شاشتكم الموقره يعني اللي عودتنا على طول على البرامج الحلوه، احب اعتذر لكل واحد زعلان عندي. لا حبيبي تاج راسي انت، وانا اشكرك جدا حيو اخوي. طيب زين، سؤال اخير، شنو اهميه الاعتذار مثلا؟ اهميه الاعتذار مثل ما قلت لك، يعني هو الاصل التسامح، يعني انت بتعتذر من شخص يعني هو لا يقلل من قيمتك ولا يزيد من قيمتك، هاي من اصلك ومن طيبتك ومن اخلاقك، فانت لما تعتذر راح تستمر الحياة. وانا اشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك اخوي حبيبي. اهلا وسهلا. بعدنا مستمرين ياكم احبتنا المشاهدين، خلي نشوف هنا الاخ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يحفظك. رحم الله عليك. اسمك بالخير. مهند. مهند، موضوعنا اليوم يحكي عن الاعتذار، شنو مفهوم الاعتذار انت برايك؟ والله الاعتذار يعني شيء جميل. نعم. يعني بالنسبه لي مسامح. نعم. ما زعل واحد. نعم. وحتى لو يزعل علي انا اروح اعتذر له. يعني ماكو احد زعلان علي؟ لا لا ان شاء الله ماكو. طيب شنو فايده الاعتذار؟ مثلا اذا اكو احد زعلان عليك. اي. وانت راح مثلا راح تعتذر له. شنو الفائده من الاعتذار؟ شنو راح يسوي؟ اول شيء راح تكبر بنظره. صح. زين، وثقافته راح تصير يعني انت تحس انه انت يعني شو اقول لك؟ شيء كبير. صح. هو اصلا راح بنظره راح تكبر. صح. زين. طيب الاعتذار يقلل من قيمه الشخص لو ثقافه هذا يعتبر؟ بعض الناس. شنو بعض الناس؟ بعض الناس ما عندهم ثقافه. نعم. زين، يعتبروا يعني انه الاعتذار فشيء يعني صعب عليه. شنو اعتذر؟ كبرياء. بالعكس، كبرياء تقريبا. زين، شنو اعتذر؟ شنو؟ بالعكس، انت اذا تروح تعتذر الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وش نحن البشر؟ نعم صح. اكو احد زعلان عليك وما معتذر لك مثلا، شو تحب تقول له من خلال كلامك؟ والله احب اوجه له يعني اذا اكو شخص زعلان علي. ايه نعم. زين، اقول له سامحني اذا انا غلطان. زين، واذا هو غلطان بقى. شكرا جزيلا رايك. وصلنا مستمرين معكم محبتنا المشاهدين، خلينا نشوف هنا الاخ. السلام عليك. وعليكم السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ والله الحمد لله وشكرا الله يحفظك. اسمك؟ محمد. محمد، موضوعنا يحكي عن الاعتذار، شنو مفهوم الاعتذار انت برايك؟ والله انا اشوفه يعني ثقافه وتواضع، يعني اشوفه في شيء مرتب، يعني انت من تعتذر للشخص هو راح يعني حتى يعتبرك باعتبار ان انت انسان مثقف ومحترم. اكو احد زعلان عليك تحب تعتذر له؟ والله الحمد لله واشكر اعتقد لا، لان انا ما اخلي احد زعلان، يعني يقول لك اذا تبات واحد زعلان حتى الله سبحانه وتعالى يغضب عليك، لان ان شاء الله اولا مسلم، واثنين ما في شيء ان يسوى ان تزعل عليه او في شيء او هو يزعل عليك، فانت تعتذر من عنده على موتيه. شنو صرت تسامح في بي فائده. شنو اهميته الاعتذار؟ الاعتذار انت تكون امام الشخص، تكون مثقف، تكون متواضع، تكون شخصيه له، يعني الاعتذار يسوي تسامح، فانا اشوفه بفائده، يعني اهميته بفائده ان قدام الشخص ان انت تكون مثقف او انسان متواضع، او حتى تخلي الشخص المقابلك يخجل من عندك. اكو احد زعلك وما اعتذر لك في اليوم، شو تحب تقول له؟ والله احب اقول له يعني في بالي واحد. نعم. احب اقول له والله يعني لو بكتها وجاي ما اعتذر يدوز كان انتهى كل شيء، فخذ خلاني يعني زعلان، وحتى هو سافر يعني وظل يعني في بالي وبالي يعني ما قدرت اوصل له. نعم. ولا اني حتى لو كان اعتذرت من عنده بس ما قدرت اوصل له. طيب برايك انت الاعتذار ما يقلل من قيمه الشخص؟ لا 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 بالعكس. نعم. بالعكس، اللي يقول لك يقلل هذا انسان احسه يعني ما عرف العفو يعني جاهل. نعم. بس بالعكس هو للفائده الاكثر وللثقافه وللتواضع يعني هواي هواي امور تشوفها بيه. شكرا جزيلا رايك حبيبي. الله يحفظك.
وصلنا لكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في جولة أخرى، في أمان الله.